النهاردة كنا بنتجول في بعض الأصول الدولة الغير مستغلة اللي قالت إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. طبعا الصندوق دوره كذراع استثماري للدولة أنه يستغل الأصول الغير مستغلة للحفاظ بها للأجيال القادمة، وفي نفس الوقت إن هي تطورها ويقدر إن هو يشارك دايما القطاع الخاص لهدف الدولة وتوجه الدولة المصرية هو مزيد من مشاركة القطاع الخاص. فبنبص على كل الأصول سواء كان مجمع التحرير أو مبنى وزارة الداخلية السابق، وبيتم الدراسة الكاملة لهذه المباني، أفضل دراسات ممكنة، كيفية استخدام هذه المباني، إيه اللي يناسب المنطقة بالنسبة لهذا الأصل. مثلا في مجمع التحرير احنا درسنا السعة الفندقية، درسنا الكثافة المرورية، إيه نوع الخدمات اللي الناس محتاجها في هذه المنطقة، وبيتم من خلال هذه الدراسات طرح هذا المبنى وهذه الدراسة إلى المستثمرين سواء كانوا داخليين أو خارجيين عشان يتم الشراكة مع الصندوق في تحسين هذا الأصل وإعادة استغلاله والحفاظ عليه وتقديم خدمات تليق بالمواطنين. نفس الوضع بالنسبة لمجمع وزارة الداخلية، زي ما حضرتك شايف النهاردة في أحد المباني يتم كفندق، وفي مبنى هيتم كأحد المراكز الشبابية، ومبنى تاني هيتم كجامعة مهنية، وجزء هيبقى تجاري وإداري. كل ده هدفه أيضا إن احنا نحيي هذه المنطقة وإن احنا نستغل الأصول بشكل لائق لها، ويتم يعني الرونق بتاع القاهرة القديمة، وفي إطار طبعا المخطط اللي الدولة بتعمله للقاهرة الخديوية والقاهرة التراثية إن احنا نحافظ على هذا المكان. وطبعا دايما بيبقى وإحنا بنراعي التجديد والتطوير، جزء كبير من هذه المباني تتبع التنسيق الحضاري، ففي تنسيق كامل بين كل مؤسسات الدولة وكل أجهزة الدولة عشان نقدر نحن دايما وإحنا بنطور بنحافظ على الشكل التاريخي وعلى النسق الحضاري لهذه الأثار. مجمع التحرير أيقونة، الأيقونة دي اتبنى 1500 غرفة، مبني مخصوص ان هو يبقى مبنى حكومي ومبنى إداري، تحويل مبنى إداري اللي هو اسمه الأدابتيف ريوس، ده علم جديد اتوجد في القاهرة الخديوية على مستوى بسيط، بعض شركات ابتدت تعمله، احنا بنعمله على سكيل أكبر. الدراسة السوقية اللي اتعملت للمجمع ده بتقول ان هو لازم يبقى فيه نشاط فندقي، فهيبقى فيه لايف ستايل هوتيل. اللايف ستايل هوتيل ده يخدم على ان احنا عايزين مستهدف مضاعفة عدد الغرف الفندقية في القاهرة عشان القاهرة تبقى جاذبة، وعدد متوسط الليالي اللي بيقضيها السياح في القاهرة لازم تتضاعف، فلازم الساعة الفندقية تتضاعف معاها. ده من ضمن المكونات التانية الأساسية اللي هي اللونج تيرم ستاي. اللونج تيرم ستاي دي بتبقى يمكن سياحة للعرب وسياحة لرجال الأعمال، ريادة الأعمال بتبقى عايزة وقت أطول. يعني ندي حضراتكم مثل، شاركنا في التطوير هنا هو أجنبي انتقل إلى القاهرة عشان يباشر أعمال الاستثمارات بتاعت شركته في القاهرة، فبحتاج مكان يقعد فيه لونج تيرم ستاي. من ده في أمثلة كتير جدا، في أمثلة كتير في حضانة الأعمال، في أمثلة في القطاعات المصرفية والقطاعات الخدمية، في التصنيع، في كل الشركات العالمية اللي بتيجي توطن في مصر بتخلق احتياج لتواجد هذه هذا المنتج الخدمي يبقى موجود. فده مكون أساسي هنا. طبعا عشان احنا هنا على بعد مسافة يعني 5 دقائق مشي من أكتر من 20,000 غرفة فندقية، لازم تبقى عندك مقصد افن بي. احنا يعني التزام المقاول المشروع معانا ان شاء الله في مدة زمني اقصى 24 شهر ان شاء الله، وده متسق مع بقية التطوير والانتقال بقى والهجرة الى العاصمة الادارية للمناطق. برضو ديموغرافية القاهرة الخديوية هتتغير بان الترافيك بتاعها هيتغير، التزاحم اللي موجود على الاماكن الانتظار هتتغير، النشاطات التجاريه اللي موجوده اللي هتيجي تحل محل النشاطات الحكوميه هتتغير، فكل ده هيجي متسق مع بعضه. انا تخيلي ان هو في خلال 3 سنين هتلاقي المنطقه دي بقت منطقه مختلفه تماما.